أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مستجدات الأوضاع في محافظة الحديدة. قال وزير الخارجية خالد اليماني إن الحكومة تتلقت وعودا أممية بالتحقق من تنفيذ الحوثيين للمرحلة الأولى من الانسحاب في الحديدة قبل الانتقال للمرحلة الثانية. وأشار اليماني إلى أن هذه الوعود جاءت بعد إعلان الحكومة تحفظها على بعض ما ورد في خطة رئيس المراقبين مايكل لوليسغارد، والتي ترى تسليم المدينة والموانئ للعاملين في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 بما فيها قوات خفر السواحل وسلطة الموانئ وحرس المنشآت. أوضح اليماني أن خطة لوليسغارد تنص في جزئها الأول على انسحاب الميليشيا من مينائي الصليف ورأس عيسى، فيما ينص الجزء الثاني على الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح ممر إنساني. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: فرص نجاح الخطة الأممية المقدمة بخصوص الانسحاب من الحديدة، وأسباب تباطؤ تنفيذ اتفاق ستوكهولم من قبل الميليشيا. إعادة الانتشار في الحديدة قصة أممية لم تراوح مكانها بعد، فهي في لغة الأمم المتحدة المليئة بالتفاؤل تسير بشكل بطيء، لكنها بنظر الحكومة مجرد وعود أممية تنتظر الضغط على ميليشيا الحوثي المتهمة بعرقلة إجراءات تنفيذ الاتفاق الدولي. الحكومة أكدت أنها تلقت وعوداً أممية بعدم الانتقال إلى مرحلة الانسحاب من مدينة الحديدة إلا بعد أن يتم التأكد من أن تسليم الموانئ ليس مجرد ادعاء حوثية، في إشارة لحادثة التسليم الصوري إبان رئاسة باتريك كاميرت لبعثة المراقبين. الوعود الأممية أتت بحسب تصريحات وزير الخارجية خالد اليماني للشرق الأوسط بعد تحفظ الحكومة على خطة لوليسغارد التي لم تنص على تسليم المؤسسات الرسمية في الحديدة وموانيها لموظفي ما قبل 2014. اليماني لم يخف في حديثه للشرق الأوسط شكوكه في نجاح بنود اتفاق الحديدة، مسجلاً استغرابه من عدم إشارة المبعوث الأممي خلال إحاطته بمجلس الأمن إلى عرقلة ميليشيا الحوثي لإعادة الانتشار. الحكومة على لسان اليماني استنكرت الأحاديث الأممية عن ضرورة تعاون جميع الأطراف لفتح ممر إنساني من الميناء باتجاه مطاحن البحر الأحمر، كون هذا الطريق تحت سيطرة ميليشيا الحوثي ومليئاً بألغامها. ملف الأسرى والمعتقلين يواجه نفس إشكاليات ملف إعادة الانتشار، فلم يتم التوصل بعد إلى توافقات حقيقية بشأن المعتقلين، ورغم أن الصفقة الأممية تدعو لإطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، إلا أن ميليشيا الحوثي تفاوض كما يصف اليماني بطريقة إيران تجزئة المجزأ. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من مأرب والصحفي عبد الحفيظ الحطامي، وكذا من الرياض المحلل العسكري سيد عبد العزيز الهداشي. أرحب بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد الحطامي. كيف تراقب الوضع في الحديدة بالتزامن مع بداية الحديث عن تنفيذ للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار والانسحاب من الحديدة؟ نعم، كان من المفترض أن يتم تنفيذ الاتفاق اليوم الأحد، لكن بحسب المصادر في اللجنة المشتركة تم تأجيل إلى يوم الغد الاثنين على أن تنسحب أو تبدأ ميليشيات الحوثي بالانسحاب من أي الطليف ورأس عيسى، وتسلم أيضا خرائط بالألغام التي زرعتها في مدينة الحديدة وفي الممرات التي يفترض ان تمر منها الاغاثه الانسانيه. بعدها ينسحب الجيش قرابه كيلومتر باتجاه كيلو 8 على ان تنسحب ايضا الميليشيات من شرق مدينه 7 يوليو. هذه التفاصيل باعتقادي التفاصيل ربما لا يمكن ان تنفذها الميليشيات، خاصة وأنها تحشد المزيد من المقاتلين والمدرعات والأطقم باتجاه جبهتي الشمالية الشرقية وكذا أيضا الجبهة الجنوبية. لا توجد يعني ثقة بهذه الميليشيات، خاصة وأن الأمم المتحدة تنازلت، وأيضا حتى الحكومة للأسف الشديد تنازلت، وربما تحاول الحكومة للعالم
أن تكشف المزيد من تنصل هذه الميليشيات من الاتفاقات السابقة وحتى الاتفاقيات اللاحقة، حتى الانسحاب من ميناء الصليط ورأس عيسى باعتقاد أن رأس عيسى هو ممر نفطي وهو مغلق عموما لا يعمل. أما بالنسبة لميناء الصليط لا تنسى فيه بواخر كبيرة، كان يفترض أن يبقى الاتفاق على ما هو عليه من الثلاث الموانئ من ضمنها ميناء الحديدة، لكن لا ندري ما الذي يحدث من تنازلات أيضا ومن محاولة ضغوط من قبل الأمم المتحدة ومن قبل بعض الدول النافذة على الحكومة الشرعية لبذل المزيد من التنازل للميليشيات. طيب، من خلال متابعتك للوضع، يعني هل يمكن الحديث على أن أننا مقبلون أمام لتنفيذ حقيقي للاتفاق، وما يتحدث عنه المبعوث الأممي، يعني ما حقيقة ما يتحدث عنه المبعوث الأممي من الإرادة السياسية أنها موجودة فيما يتعلق بالتنفيذ؟ يا سيدي، سبق للمبعوث الأمن الأممي أن تحدث في عهد اللجنة السابقة وقال بأن هناك انفراج وهناك انسحاب وحدث تلك المسرحية من قبل الميليشيات في ميناء الحديدة. سبق أيضا قبل أسبوع من إطلاعه للمجلس الأمن بأن هناك توصل للاتفاق واتضح غير ذلك. قيل أنه يوم الأربعاء سيبدأ الانسحاب ولم يحدث، قيل يوم الأحد اليوم يعني كان مقررا ولم يحدث، وبالتالي تم التأجيل إلى يوم الغد. وبالتالي في اعتقادي خاصة أن الميليشيات لم تتوقف من قصف المناطق السكنية ومواقع الجيش. اليوم وحدة الرصد في قوات العمالقة قالت بأن هناك جرحى وقتلى في صفوف مقاتليها وأيضا في صفوف الجيش القوات المشتركة في الدهيهم في السحيتة في حيث، إضافة إلى المناطق السكنية المنكوبة صراحة في حيث والسحيتة والدريم والمناطق الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة التي تتعرض لقصف يومي. هناك اشتباكات وحتى هذه اللحظة يسمع أيضا اشتباكات بحسب المصادر تحدثت سكانية تحدثت معنا قبل قليل بأن هناك اشتباكات في المنطقة الشرقية. معنى ذلك أن الميليشيات تجهز قوات في هذه المناطق أول ما تبدأ الانسحاب الجيش لمسافة كيلو بس تتقسم هذه الميليشيات، وبالتالي القوات الحكومية حريصة طبعا ألا يحدث ذلك وهي تحاول أن تعري هذه الميليشيات من خلال بعض التنازلات الطبيعية. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد الحطامي. أذهب إلى ضيف الآخر، محلل عسكري من الرياض الأستاذ عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، يعني هذا التحرك الجديد لإعادة المسار السياسي، تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بملف الحديدة وخطة لوليسغارد، كيف تراها بداية؟ كيف ترى المرحلة الأولى ومن ثم المرحلة الثانية؟ هل يمكن عمليا تنفيذها على الأرض من الناحية العسكرية على الأقل؟ على كل حال، عادة في ابن هذا من الحروب غالبا أن لا يتم تنفيذ أو التنفيذ الحرفي لهذه الاتفاقيات بصفة غالبة إلا بضغط دولي أو بضغط من المجتمع الدولي. الأول يجب أن نقول أن الاتفاق نفسه هو أول اتفاق يعني ترعاه الأمم المتحدة ولم يتم التوقيع عليه، وكان الاتفاق في حد ذاته يعني مجاملة للمندوب الأمم المتحدة ومارتن جريفيت، وكان كان على عجل إذا جاز التعبير. على كل حال، الاتفاق بأي حال من الأحوال صارح الحوثي، حتى يعني ما قاله اليوم وزير الخارجية خالد اليماني من أن الحوثيين وافقوا على أن تدير الميناء والمدينة الحديدة بشكل عام هي القوة خضر السواحل والقوات والإدارة المدنية التي كانت قبل 2014. هذه القوات هي التي سلمت الحديدة للحوثي، وهذه القوات نفسها يعني خضعت لدورة ثقافية، وهذه القوات هذه يعني بشكل أو بآخر أصبحت موالية للحوثي، إضافة لأن المقاتلين الحوثيين كميليشيات يعني بيكونوا منتشرين في الأحياء كمدنيين ساكنين بأهاليهم بكذا. فبأي حال من الأحوال الحوثي هو الكسبان بتنفيذ الاتفاق هذا، لكن أنا أرجح دائما مندوبين الأمم المتحدة سواء في اليمن أو في ليبيا أو في دائما ما يتحدثوا عن أخبار مبشرة وعن أنهم متفائلين لتحقيق اتفاق، لأنه هذا جزء من طبيعة عملهم. لو قالوا أنه ما فيش اتفاق وأن الأمور سيئة وأن كذا فعادة يعني تفشل المفاوضات، فهم يستمروا يعني في
ابدا حاله التفاؤل. لو تتذكر المندوبين اللي كانوا مبعوثين لليمن سابقا كان من ضمنهم بن عمر، كان وحتى بعد ما خرج قال انه كان اليمنيين على وشك توقيع اتفاق لانهاء المشكله في صنعاء. فلا اتوقع نجاح المرحله الاولى والثانيه. وعلى كل حال بامكان الحوثي ان يسحب بعض التشكيلات الثقيله، ويدعي في هذه الحاله انه طبق قرارات مجلس الامن. اما قوات خفر السواحل او حتى الاهالي في الحديده هم يدركون ان الحوثي هو المسيطر الفعلي، لانه ينتشر بصفه مدنيه، واضح لان القوات مواليه له. الذي يتساءل ما الذي سوف تكسب، يعني الحوثي بيستظل مسيطر على المدينه بشكل او اخر. من هم الذي يدركون ذلك يعني سيد الهداشي؟ من الذي يدرك ان هذه القوات هي تتبع ميليشيات الحوثي؟ والله هو يعني الحكومه مدركه والكل مدرك، وال وحتى القوات العمالقه والقوات المشتركه التي في الحديده والاهالي مدركين، لكن لا احد يستطيع ان يتكلم لان الحوثي سوف يعني هذه القوات اللي قبل 2014 التي سلمت الحوثي الحديده ولم تطلق رصاصه واحده ضد الحوثي، سواء قوات الامن او قوات خفر السواحل او غيرها. يعني وعادة ما يصاغ يعني القوات مشتركة محلية من الطرف يوافق عليها الطرف في مثل هذه الاتفاقيات، لكن الآن القوات ما تكون فصيل واحد، وهو الذي تحوث إنجاز التعبير بعد 2014 خضعوا كل يعني جاءت فترة من الفترات الحوثي ألزمهم بحضور دورة ثقافية، وعلى الأقل الدورة الثقافية الحوثية أثرت فيهم بنسبة 20 إلى 30% بحيث يصبحوا متحوثين. كان الأولى أن يدير الحديدة قوات أمنية من أبناء الحديدة نفسها يتم تشكيلهم من الجانبين أو من الطرفين، ويحق له ويحق لكل طرف أن يرفض بعض الأسماء من الذي رشحهم الطرف الآخر. هذا هو العادة الذي بيحصل في مثل هذه الاتفاقيات الدولية. لكن الآن هو مجرد أنه تخف السلطة الظاهرية للحوثي، ولكن سوف تبقى السلطة الفعلية على الحديدة. لأنه يعني موقف الأمم المتحدة من خلال الخطوة الماضية عندما كان هناك تسليم لقوات خفر السواحل المحلية كما تم الادعاء، وكان هناك مسؤولين بارزين في الميليشيا هم من استلموها، وكان حديث عن مسرحية، هذه الخطوة شهدت انتقادا من قبل التقارير الأممية التي يعني لم تعلن بشكل واسع وإن كانت نشرت على مواقع الإنترنت. هذا الأمر يبدو أن الأمم المتحدة تدركه من خلال هذه التقارير. لا لا، المرة الأولى الحوثي يعني جاب قائد لخفر السواحل، يعني قائد بارز في جماعة الحوثي، قائد مشهور. الآن ألغي القائد هذا وجيب واحد غير مشهور غير معروف. يعني من الذي كان مدير الأمن في الحديدة قبل في عام 2014؟ من الذي كان مدير قائد قوات خفر السواحل في عام 2014؟ هذا لو كانوا ضد الحوثي كان الحوثي يعني قتلهم أو صفاهم، كلهم مع الحوثي يعني بشكل أو بآخر. وبالتالي المسرحية السابقة كانت فجة، الآن يعني المطلوب مسرحية يتقبلها جزء من الجمهور وابناء فيها الأمم المتحدة. على فكرة الأمم المتحدة هي تضغط على كل الأطراف، لكنها يعني إذا جاز التعبير بين مزدوجين تلحق الرطب أو الطرف البتراخي. وأنا أرى أن الحوثيين هم يجيدون اللعبة هذا بينما الشرعية تخضع. وإذا سألت الشرعية لماذا خضعتم؟ قالوا نحن دولة وأولئك عصابة. على كل حال لا أتوقع أن يحصل هناك تقدم في الأيام القادمة، يعني في جولات مباحثات أخرى سوف تكون. يعني كان الأولى يعني قبل البدء باتفاق الحديدة وتنفيذ اتفاق الحديدة أن يبدأوا على الأقل بإطلاق مجموعة من الأسرى أو مجموعة من الأسرى أو المرضى من الأسرى من الطرفين. لكن إذا كانوا فشلوا في قضية الأسرى وهي قضية واضحة وجلية وبينة للجميع، فبالله عليك سوف ينجحوا في اتفاق ملغم مبهم غير موقع عليه. فلا أتصور أي تقدم في الأيام القادمة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد الهداشي. يعود إلى ضيف الآخر السيد عبد الحفيظ الحطامي. سيد الحطامي، يعني من خلال متابعتك بداية، هل الحديث على، لأنه إلى الآن المبعوث الأممي لم يعلن تفاصيل
الخطة بشكل كامل حول ما يتعلق بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية. ما ورد على لسان وزير الخارجية، هل يجب أن نتعامل معه كحقيقة فيما يتعلق بتسليم المدينة والموانئ للعاملين في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014؟ لأن هذا الكلام لم يرد على لسان المبعوث الأممي كما أذكر. نعم، للأسف لم يرد ما تم الاتفاق عليه أو التشاور حوله في ملف الحديدة في السويد، وبل تم تجزئة مجزأة حتى لما تم الاتفاق عليه في اللجنة الترشيح الأولى بقيادة الجنرال الهولندي باتريك. جزئت هذه القضية، جزأتها المبعوث الأممي للأسف الشديد، وأيضا للاستجارد، والتفاوض الذي يحدث للأسف الشديد كان يفترض على هذه الجهة أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه، وليس أن تبدأ حوارات ومفاوضات جديدة. ما يحدث من المفاوضات الآن هو عبث وتجزئة مجزأة، وللأسف ما يجزأ اليوم هو لصالح الميليشيات، هي التي تقف على الأرض، هي التي تستحوذ على الموانئ، وهي التي أيضا تفرض كافة أجهزتها داخل الميناء، وهي طبعا لا تزال تستخدم هذه، ومن المستحيل ومن الصعب أن تسلمه بطريقة سلمية، خاصة وأن ميناء الحديدة وبعض الموانئ الفرعية تعتبر المنفذ الرئيسي للتزود بالأسلحة والمال على قبل إيران ومن قبل التجار السلاح. وبالتالي في اعتقادي بأن ميليشيا الحوثي لا تزال تناور على حساب الأوضاع الإنسانية في محافظة الحديدة، هي كلما استمرت هذه كلما استمر الحدث في أموال الحوارات، أيضا في المقابل تستمر هذه الميليشيات في استنزاف المدنيين، في قتل المدنيين، في استنزاف الجيش. وبالتالي في اعتقادي أن القرار الذي يجب أن تتخذه الحكومة الشرعية هو حسم معركة الحديدة إذا أرادت فعلا أن تحرر ما تبقى من الأراضي اليمنية التي الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات. يجب عليها أن توقف التاج الوريدي لهذه الميليشيات، هو ميناء الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى والخوضة والمناطق واللحية، وهذه مناطق وملافات بحرية للأسف تستخدم في عمليات التهريب من وإلى الحديدة لهذه الميليشيات. وبالتالي على الأمم المتحدة إن كانت فعلا كما تقول حريصة على الوضع الإنساني أن تلجأ أولا إلى تنفيذ البند الأول والأهم، وهو وقف إطلاق النار. اليوم القتلى بالعشرات شبه يوميا خفض في قبائل الهاون والهاوزر والألغام والمتفجرات والألغام البحرية تحت الصيادين في المناطق الساحلية والشواطئ وفي المزارع وفي المركبات وغيرها من المآسي التي تحدث بشكل يومي في مدينة الحديدة، ومعظم المديريات الجنوبية التي تشهد عمليات قتل جماعي تمارسها الميليشيات تحت مرأى ومسمع اللجنة المشتركة، تحت مرأى ومسمع المبعوث الأممي الذي كان يحيط مجلس الأمن، ارتكبت ما يقارب من 6 مجازر أحدها في الدريمي وفي السوق الشعبي في السعيدة، إضافة إلى المجازر التي ترتكبها في مديرية حي. أشكرك أستاذ عبد الحفيظ الحطامي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. بعودة إليك سيد الهداشي، طيب الآن يعني في سياق أن الملف معقد، أن الحكومة أساسا تقول أنها تتعامل كدولة ويبدو أنها تقدم تنازلات في نهاية المطاف، أو على الأقل هكذا يتحدث كثيرون، ما هو الممكن؟ يعني هل يعني يتحدث ضيف الآخر كان يريد أن تستمر العمليات العسكرية، لكن كما هو واضح هناك ضغط كبير على الحكومة لوقف هذه العمليات، لوقف للتعاطي مع جهود لوليسغارد والمبعوث الأممي، ما هو الممكن من وجهة نظرك سيد الهداشي؟ للأسف الشديد اتفاق السويد هو نص على وقف العمليات العسكرية ووقف اطلاق النار في مدينة الحديدة وما يحيطها، يعني 10 كيلومتر او 15 كيلومتر يعني كحد اقصى لعمليات وقف اطلاق النار. لكن بقية الساحل الغربي لا تتوقف فيها العمليات حسب اتفاق السويد. الحكومة الشرعية ملتزمة بوقف اطلاق النار ليس في مدينة الحديدة فحسب او محيط مدينة الحديدة، وانما في طول جبهة الساحل الغربي. الحوثي يستغل الفرصة هذا وقام بهجمات جانبية سواء في التحيتات سواء في الدريب سواء في الجاح سواء في الخوخة، المهم على طول الشريط الساحلي يقوم بهجمات جانبية وبحرب عصابات ولم يتوقف. كما أن الحكومة الشرعية وللأسف الشديد
أوقفت جميع الجبهات على مستوى الجمهورية، وهذا كارثة، لأنه الاتفاق السويد واضح أنه حول الحديدة وبشكل يعني يثير الريبة. الحوثي لم يتوقف عن وقف اطلاق النار سواء في الحديدة نفسها، مدينة الحديدة كل يوم فيه شهداء، كل يوم فيه جرحى، كما لم يتوقف عن اطلاق النار على مستوى الساحل الغربي. وفوق هذا كله يعني لم يعني يشن هجوم في اكثر من جبهه، يعني قبل يوم شن هجوم في جبهه الصل، شن هجوم في الزاهر، شن هجوم على مديريه حجور، والان يخوض حرب شرسه وحرب اباده في حجور دون ان تحرك الشرعيه الساكن ودون ان تطلق رصاصه واحده في اي جبهه من الجبهات. للاسف الشديد الشرعيه لا تتعامل بمسؤوليه. على فكره الحرب هي ممارسه السياسه بعض. نشاهد ان الحوثي يتحرك بشكل ايجابي، انا اتكلم من وجهه نظره، الحوثي يتحرك يعني بشكل عسكري وشكل سياسي ايجابي، بينما الشرعيه تستطيع ان تقول انها خارج النطاق، يعني خارج الحرب. عندما تسمع قائد عسكري يقول اننا سوف نعلن الجاهزيه القصوى للقوات المسلحه، هذا على اساس ان احنا في امن وسلام في سويسرا، احنا في حاله حرب. يفترض وحدات الجيش في كل الجبهات تكون في حاله استعداد كبيره. انت لما تشاهد خذلان حجور الان وما يحصل في حجور والتدبير الممنهج لحجور والقوات الحوثيه من كل مكان وسحب من جميع الجبهات ويحيط بحجور ويقصفها بالدبابات بالكاتيوشا بالصواريخ بالمدفعيه، بينما الشرعيه لا تحرك ساكن. فالشرعيه مثل هذا لا تجيد المفاوضات ولا تجيد اللعب في السياسه ولا تجيد لغه الحرب. لا اتوقع منها اي انجاز اي امر ايجابي. نحن الان اكملنا السنه الرابعه من الحرب وخلال اقل من شهر نكون دخلنا في السنه الخامسه، وما زلنا عندما تسال مسؤول عسكري ما الذي يحدث؟ يقول نحن نطبق الخطط العسكريه والكذا. الان الحرب دخلت يعني كانها الحرب العالميه الثانيه، الان 4 سنوات والخامسه جايه نفس سنوات الحرب العالميه الثانيه، وهي ثاني اطول حرب بعد الحرب العراقيه الايرانيه في الشرق الاوسط، ثاني اطول حرب عربيه على مر التاريخ، يعني تجري في قطر عربي. الشرعيه بالنسبه لمعركه الحديده، اولا كان بامكان الشرعيه ان تلعب على وتر اخر، ان القوات التي في الحديده اللي هي القوات العمالقه والقوات حراس الجمهوريه والقوات التاميه ليس ضمن الجيش الرسمي وانما المقاومه الشعبيه، كان بامكان احداث نوع من اللعب بحيث ان هذه القوات تتحرك. يا اخي كنا على مسافه 5 و6 كيلو من نقطه الشام، ولو وصلنا الى نقطه الشام هذه لحسمت المعركه العسكريه. الحوثي ما زال الان في الحديده يعمل خنادق دفاعيه، يلغم، يعمل كل الاساليب العسكريه التي تحمي وجوده في العسكريه في الحديده. والحوثي مصر على اخذ الحديده سواء بالسلم او بالحرب. الاتفاقيه يعني يستلمها اللي قبل 2014 يعني يستلمها الحوثي. المسرحيه التي حصلت التي رفضها المسؤول العسكري الامميه سابقا كانت فجه، لانهم جابوا قائد عسكري حوثي مشهور، الان ممكن يطرحوا قاده حوثيين غير مشهورين. للاسف الشديد الشرعيه لا تجيد السياسه ولا تجيد الحرب ولا تجيد الاعلام، ومغيبه وكان الحرب لا تعنيها. اشكرك على تواجدك معنا في هذه الحلقه المحلل العسكري السيد عبد العزيز الهداشي من الرياض. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي الاعمال الفني والتحليلي. الى اللقاء.